أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسمعون
وما تشاءون
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ
والأمر يومئذ لله بسم الله والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها فلينظر الإنسان مما خلق يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل به
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم فسواها ولا يخاف عقباها والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.